وقد انتقل السيد وزير العدل على الفور إلى بنغازي، وكذلك السيد وزير الداخلية لمعالجة الموقف من هناك عن كثب، ولتعزية الأهالي ولمشاركة المواطنين في حزنهم وفي إشادتهم وإكبارهم بهؤلاء الذين امتدت لهم يد الغيلة لا لشيء إلا لأنهم ينتمون إلى هذا الوطن وإلى هذه الثورة. أود أن أعبر باسم المؤتمر الوطني العام وباسم الحكومة مجددا عن أحر التعازي لأهالي المواطنين ولأسرهم، وارعين إلى الله أن يحسن مثواهم ويجعل مآلهم الجنة. كما أود أن أنوه إلى أن هذه الأعمال الإجرامية ارتكبت لتعيق الثورة ولتعيق مسار الدولة ولتوقف بناء الدولة من أجل أن تكون ليبيا فوضى تتداعى بانتشار الجريمة وانتشار العدوان وانتشار الظلم وتفعيل السلاح من أجل قتل المواطنين وإجهاض المشروع الوطني المتمثل في مشروع 17 من فبراير الذي ينحى إلى دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة حقوق الإنسان، دولة العدل، دولة الحرية، دولة المبادئ العظيمة التي ترتكز إلى إسلامنا الحنيف الذي لا شطط فيه ولا تطرف ولا غلو ولا إجحاف ولا ادعاء. الإسلام الذي تعلمناه من آبائنا وأجدادنا والذي حفظوه على مدى السنين بالوسطية وبالاعتدال وبروح التسامح وبروح التفهم وبالصبر على العصاة وعلى الجهلة حتى يهديهم الله ويعودوا إلى الجادة، ليس بالعنف ولا بالتكفير ولا بالإكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هكذا ليبيا، ليبيا المسلمة المعتدلة. نحن لا نريد أن نلقي بالاتهامات في أي اتجاه، ولكن أي من قام بهذا العمل فهو مجرم وهو آثم وهو جاني وهو معرى من كافة المعاني الإنسانية الرفيعة التي يتحلى بها الإنسان المتحضر. ثانيا، أود أن أنبه المواطنين إلى أننا جميعا حزانا وجميعا يعترينا الغضب ويعترينا الانفعال، ونود أن نثأر وننتصر لهؤلاء، ولكن لا ينبغي أن يغيب عنا العقل. إن الحماس المتأجج والذي نتفهمه ينبغي أن لا يكون دافعا للتصعيد الذي يتجه تجاه تداعي الوطن وتفكيكه وإتاحة الفرصة لهؤلاء الأشخاص كي يدبوا الفرقة ويهددوا الوحدة الوطنية ويوجدوا بين أبناء الوطن انقسامات مؤسسة على انفعالات في لحظة الصدمة قد تؤدي إلى ضرر كبير يسيء إلى الوطن ويضر بوحدته وتلاحمه. في هذه المرحلة ليس لنا إلا التلاحم، وليس لنا إلا التماسك، وليس لنا إلا التآزر، وليس لنا إلا أن نعمل عقلنا بكل ما أمكن ذلك.
حتى نعي ما يحاق بالوطن وما يحيط به من تدابير من قوى معادية لهذا الوطن لا تريد له الخروج من أزمته. لعلكم تلاحظون كلما سرنا مسافة وكلما جد أمر يبشر بالألم بالأمل، كلما تحركت هذه القوى لتثير من القلاقل من أجل إيقاف مسيرة الوطن. لقد بدأنا في حملة لتدريب عدد كبير من أفراد الجيش في الداخل والخارج ومن أفراد الشرطة، وحتى اليوم كنا نوقع عقود لتدريب هؤلاء، وبدأنا في تفعيل المشروعات المختلفة بعد معاناة كثيرة في تفصيلات العقود ومشاكلها. يتحركون اليوم ليثيروا فتنة بيننا ويجدون في انفعالات المواطنين وانفعالات بعض النخب سبيل لذلك. نحن نقدر هذه الانفعالات وهذا الغضب ونتفهمه، وهو شيء طبيعي، لا يمكن الإنسان أن يعيش هذه الأحداث المؤلمة إلا يغضب وينفعل ويتأثر ويحقد على من يقوم بهذه الأعمال المشينة. لكن ينبغي أن نفكر في الوطن، نفكر في مصير الوطن، نفكر في الوضعية التي نحن فيها الآن والتي لا تتحمل أن نفترق ونختلف ونشتت جهودنا ونحاول أن نكلف الوطن فوق طاقته. استحقاقات الثورة لازالت مستمرة، ما ترتب على الثورة ما زال مستمر، يحتاج لعلاج، يحتاج لمواجهة، والمواجهة تقتضي الرؤية العاقلة، الرؤية المسؤولة، الرؤية المؤسسة على إدراك كامل للتحديات، إدراك كامل لما ترتب على الثورة من مغارب ومن زروع غائرة في المجتمع ومن احتقانات استمرت طوال الأشهر الماضية منذ انتصار الثورة في أكتوبر 2011 وحتى الآن تتجدد كل يوم بأحداث. وهنا أريد أن أقول أن انتشار السلاح بالكيفية التي موجودة خارج إطار الجيش والشرطة، خارج إطار القوى النظامية أيا كانت هذه القوى، سواء بحجة الثورة أو بحجة الحفاظ على الثورة، أثبتت الأحداث أن وجود السلاح في غير أيدي العسكري المنضبط من الجيش والشرطة هو مهدد للوطن، مهدد للعائلات، مهدد للشباب، لأن السلاح يغري بالقتل ويغري بالعدوان ويغري بالجريمة. وبالتالي من يظن أن السلاح هو ضمان له ذلك وهم. السلاح إذا خرج عن إطاره القانوني الذي تعارفت عليه الأمم وهو الجيش والشرطة سيكون فتاك وسيفتك بمن يعتقد أن السلاح سيحميه. ونرى اليوم بين الأسر وبين الإخوة وبين الجيران وبين الأشقاء كل يوم اقتتال، ليس لأن الدولة مقصرة في حفظ الأمن، هذا كلام فيه كثير من التجني. السلاح موجود عند الناس، نهبوه من مخازن النظام المنتهي ونهبوه من مخازن تكونت أثناء الثورة واحتفظوا به. هذا السلاح أصبح يستعمل، قامت الحكومة وقامت الشرطة بعد إنهاء شرطة النظام وليس لديها سلاح، فالسلاح الذي موجود
خارج أيدي الشرطة وخارج أيدي الدولة هو أكثر بكثير مما عند الدولة. وبالتالي لا يتوقع في بحر هذه الأشهر أن تكون الدولة قادرة على مواجهة هؤلاء الناس، ليس لعجز منها أو لضعف أو لعدم بذل مجهود من أجل تحقيق ذلك، ولكن لأن هذا أمر سابق وأمر يعني كميات كبيرة من السلاح موجودة لدى الناس، كميات كبيرة من الذخيرة محتفظين بها، وهؤلاء الناس كلهم مواطنون، والمواطنين بالنسبة للدولة أمر مهم لا يمكن تدخل معهم في مواجهات تنتهي إلى اقتتال لا تحمد عقباه. لكن ينبغي أن يعلم الجميع أن هذا الأمر، وقد قلت هذا الكلام منذ أيام، أن الدولة لن تسكت على هذا الأمر ولن تستمر فيه، وهي ساعية بكل جهد من أجل أن تتمكن من السيطرة بتحديد سلاح الجيش وتمكينه من أسلحة حديثة مختلفة عن ما هو موجود هنا. وقد باشرنا بالفعل في تعاقدات نأمل أن تأتي خلال أسابيع من أجل مواجهة هذا الموضوع. أعود مجددا أطلب أرجو من السادة المثقفين والنخبة والإعلاميين ومن يتصدرون للمشهد الإعلامي أن يخففوا من التصعيد والإثارة. الجميع يعلم وضع البلاد، الجميع يعلم إمكانيات البلاد، الجميع يعلم إمكانيات الدولة، وبالتالي ينبغي أن ندرك جميعا نحن مسؤولون جميعا من أجل حفظ الدولة ألا تتداعى، حفظ الوحدة الوطنية ألا تتشظى، حفظ على الوئام الاجتماعي والسلم المجتمعي وتضامن الجميع من أجل الحفاظ على الوطن. إن تأجيج المواقف في هذه الظروف أمر قد يؤدي إلى مهالك نحن في غنى عنها. الحكومة ليست حريصة على البقاء في هذا الموقع بحال من الأحوال. مؤتمر الوطني الآن ضمانة مشروعة جاءت عبر الانتخاب والتفريط بها في غمرة انفعالات قد لا تكون واعية بما ستقوم به، قد يؤدي بالبلاد إلى مهاوي لا تحمد عقباه. فأرجو من الجميع وآمل من الجميع إعمال العقل، التعقل، النظر إلى الأمور بعين العقل. نحن على يقين أن هذا الأمر جلل، وأن ما حدث اليوم من إزهاق لهذه الأرواح يدعو لأشد من هذا الانفعال، ويدعو كما قلت حتى للبغضاء والضغينة على من قام بهذه الأعمال. لكن الحياة لابد أن تستمر، والدولة لابد أن نحافظ عليها، والبلاد لابد أن تبقى، والمسيرة لابد أن تنطلق. هذه تحديات للثورة، الثورة قامت من أجل أن تقتلع نظام له مزايا له مصالح. أيضا هناك آخرون أرادوا أن يغتنموا هذه الفرصة واعتقدوا أن ليبيا قد انتهت وقد تداعت، وهي فرصة لأن يمتطوها وأن يستغلوها وأن تحول إلى وسيلة لتحقق غايات لأناس يرون فيها فرصة سانحة قد لا تتكرر مرة أخرى. هذا إذا الشعب وإذا النخبة تغافلت ولم تدرك حقيقة هذا الموقف. ينبغي أن نعلم جميعا أن الاستهداف هو استهداف لليبيا، استهداف للشعب، وهذا الاستهداف مخطط له ومبين، سواء كان من العناصر التي تريد أن تختطف ليبيا وتستفرد بها، أو من عناصر النظام، أو من قوى أخرى تريد لليبيا ألا تخرج من هذا المأزق، ألا تنتصر، ألا تعود لها عافيتها. يستوي الأمر، الشعب عليه مسؤولية كبرى، الفئة المثقفة عليها مسؤولية كبرى، الإعلاميون ومن
يمتهنون السياسة عليهم مسؤولية كبرى، هي أن يعوا بحقيقة هذه التحديات ولا يسمحوا لهذه الأحداث رغم جسامتها أن تذهب بهم بعيدا عن التفكير العاقل والموضوعي الذي يضمن أن نتعامل معها بما يحقق لنا الانتصار عليها وبما يعود ليبيا لعافيتها وسلامتها. كما قلت، نحن على تنسيق مع السيد رئيس المؤتمر ومع أعضاء المؤتمر ومع هيئة الرئاسة، الحكومة والمؤتمر على تواصل تام في معالجة هذا الموضوع بالدقيقة واللحظة. وذهب السادة الوزراء إلى بنغازي وقد يلتحق بهم عدد آخر للوقوف على لمعالجة الموقف عن كتب هناك، ولكن هذه لحظة الصدمة، فينبغي ألا تذهب عنا لحظة الصدمة العقل، وأن نعالج هذا الأمر بما يقتضيه من حكمة بروية وبتدبر حتى نخرج من الموقف بسلام. مرة أخرى أعزي عائلات الشهداء الذين سقطوا منا اليوم والذين نحتسبهم شهداء عند الله، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، وأنصح كافة المواطنين بعدم استباق الأحداث بإلقاء الاتهامات على أي جهة حتى تتم عملية التحقيق وتتم تكون المعلومات موجودة وكل سينال حقه. السيد النائب العام كان موجودا في مكان الحدث وفي من سقوط الضحية الأولى السيد عبد السلام المسماري، باشر في التحقيق وسيواصل التحقيق في هذا الموضوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ليبيا ويرعاها من كل سوء، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيننا على هذا الأمر ويهيئ لنا من عنده أمر رشد نصل به إلى ما نتوخى من إصلاح حال البلاد والسير بها نحو ما نتمنى من خير وتنمية واستقرار، إنه على ذلك قادر. يعلم الجميع أن الوقت حقيقة موضوعية في حياة الناس، ينبغي أن لا نتجاهلها ولا نغفلها، ولكن أؤكد لكم أن المؤتمر والحكومة يبذلون جهدا متواصلا من أجل تحقيق ما نصب إليه رغم المعوقات الكثيرة والمتعددة، ولكن الأمر الذي ينبغي أن نتيقن منه أن لا، الحكومة ليست حريصة على البقاء في هذا الموقع، الحكومة حريصة على أن تقدم خدمة، أن تقوم بدور، أن رغم ما تلاقي من ضغوط ومن معوقات من جهات كثيرة لا يسمح الوقت الآن بذكرها ولا الحديث عنها. إذا كان الناس تعتقد أن الحكومة تشتغل في ظروف مثالية فهذا أمر غير صحيح. نحن نواجه يوميا الكثير من المعوقات والمشاكل التي لا تسمح لنا بأن نعمل، لكن مع هذا نحن مصرون وثابتون على هذه الطريق، ومصرون على أن ليبيا الوطن هي ليبيا للليبيين بخصوصيتها الليبية، بروحها الليبية، بانتمائها لهذا الوطن ولتربته ولأرضه وتقاليده وأعرافه وكافة المعاني التي تحكم الشخصية الليبية هي التي تحكمنا، ونصر على الاستمرار بها لا شطط ولا تطرف ولا غلو. هذا هو ديدننا في أداء واجباتنا. أدعو مجددا إلى مواجهة هذه المواقف بوعي وبمسؤولية وبعقل وبإدراك لكافة الأبعاد وكافة التحديات التي نواجهها. نسأل الله أن يحفظ البلاد ويحفظ العباد ويرحم الأموات ويسبغ السكينة والصبر والسلوان والطمأنينة على أهاليهم، وأن يعيننا على بناء الوطن وأن يهدينا سواء السبيل، إنه على ذلك قادر وهو المستعان. اللهم إليك المشكى وأنت المستعان، ومنك البلاغ وعليك الثقلان، ولا حول ولا قوة إلا بك،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.